مساء الخير شيف ابو طلال. مساء النور يا هلا، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك شيف. حابين اليوم نتعرف على الاطباق اللي بتقدموها بمطعم وكافيه انزين باماره عجمان. شو الاطباق وشو هل بتناسب جميع الجنسيات الموجوده بدوله الامارات؟ اهلا وسهلا فيكم بمطعم انزين. اطباقنا هون الاطباق اللبنانيه، الشاورما اللبنانيه، الشاورما اللحم، شاورما الدجاج، المشاوي اللبنانيه اللي هي تك اللحم وتك الدجاج والرياش والدجاج المشوي مع الكفتيات، بالاضافه للاكل اللبناني المقلوبه، المنسف الاردني، الاوزي، الكبه اللبنيه، بالاضافه كمان للسلطات، الحمص، التبل، البابا غنوج، الحمص البيروتي، سلطه الشوندر المحمره. كمان في عندنا الورق اليلنجي، كمان هيدا الاكل اللبناني مشهوره عندنا كثير. فهيدا اطباقنا تقريبا يعني عم نشتغلها بكواليتي، انه بتعطي الطعم الاساسي الموجود، يعني البيزك نفسه، يعني بتيجي على مطعمنا كانك عم تاكل بلبنان. نفس البيزك، نفس الجوده، نفس الطعم. فنحن عم نتميز بهيدي القصه ما شاء الله. يعني تشكيله متنوعه، خلينا نحكي، من الاطباق والمأكولات بتقدموها بمطعم انزين. شو مفكرين بالمستقبل كخطط مستقبليه وتوسعيه لمطعم وكافيه انزين؟ هلا نحن في عنا خطة توسعية، نعمل إنه سنترال كيتشن، مطبخ مركزي، ونفتح 4 نقاط بعجمان بيع و4 نقاط بالشارقة ونقطة بإم القروين. مطعمنا هون حيكون عبارة عن نقطة بيع، حيكون في دائما مطعم، يعني السنترال كيتشن بيطلع منه دائما الشاورما والمشاوي المتبل، بحيث إنه نحن نحافظ على نفس النكهة ونفس الجودة، لأنه أنا شغلي كله على الجرامات، يعني هلا إذا بتيجي تاكل عندي أو بتيجي بعد سنين بتلاقي نفس التيست تبع الشاورما، نفس التيست تبع المشاوي، نفس الطعم، عرفت علي؟ في عنا طبق هلا كنا عم نقدمه هون، هيدا الطبق بنسميه الحلاج، أسوة بالمطعم الجديد اللي حنفتحه لقدام. هيدا المطعم بيكفي تقريبا شي 10 أشخاص لحد 15 شخص. أنا مقدمه على خشبة كبيرة وبيعمل في شو هيك، عامل في نار وبرزنتيشن كتير حلو. طبعا أول شيء إحنا بنتشكرك جزيل الشكر شيف أبو طلال، ويسلموا إيديك. طبعا إحنا دقنا معظم الأكلات يعني اللي عملتها اليوم وقدمتها، وصراحة يعني بنفتخر بمطعم إنزين بإمارة عجمان، ويعني بنقول لكم تعالوا جربوا. اهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله رب تكونوا استمتعتوا معنا هيك وتعشيتوا منيح. اكيد اكيد. فانا لازم اعرف انه من هون ليومين ما حتاكلوا، فمعناتها بعرف انه الاكل كله زين. اكيد مطبي المطعم زين طبعا. اكيد. شكرا لك، كلك ذوق شيف ابو طلال، وان شاء الله لنا لقاءات اخرى بالمستقبل. ميرسي يا قلبي، ميرسي، اهلا وسهلا فيك. مساء الخير. مساء النور. نتعرف على حضرتك. انس هدات. أستاذ أنس، الله يسعد مساك. أول شيء حابين اليوم ناخذ رأيك بمطعم وكافيه إنزين بإمارة عجمان، شو رأيك بالأطباق اللي قدموها اليوم؟ ما شاء الله. أول شيء ألف مبروك الافتتاح، ويعطيكم العافية والتوفيق إن شاء الله. الأطباق كانت متميزة، المقبلات رائعة، طبق المشاوي كان مبهر، يعني طريقة التقديم، الطعم، التتبيلة، جودة الطعام كانت ما شاء الله، يعني الشيف كان متميز اليوم، على كان على قدر عالي يعني. أكيد أكيد. ألف صحة وعافية. وشو بتنصح المجتمع، الناس اللي حوالينا هون؟ المنافسين كثار. أول شيء بنصح أصحاب المطعم والشيف إنه يواظب على جودة أكل مرتفعة، ويتم إنه بتطوير أكثر في إدخال بعض الأطباق، بعض السندويشات المختلفة. الناس تيجي تجرب، يعني التجربة خير برهان.